قد لا يعي هؤلاء الأطفال ما يعيشه أقرانهم في دول أخرى بعيدة عن الصراعات، ينفضون غبار الحرب عن مدينتهم ظنا منهم أن معاناتهم انتهت هنا مع وقف إطلاق النار، غير أن المتابع للصور الواردة من غزة يدرك تماما أن المأساة ستستمر لسنوات. فالهدنة المعلنة منذ أيام كشفت حجم الدمار واختفاء مظاهر الحياة في هذه المدينة بكل أشكالها. لا مكان آمن ولا مكان يدفيك من البرد ولا أي حاجة تصلح للحياة. يا عالم يا عربي، في شهداء تحت هذا الركام، تعالوا هان ابعثوا لنا معدات احنا نطلعهم، احنا مش قادرين نطلع الشهداء من تحت الركام. يناشد المدنيون القابعون في غزة كل من يستطيع مساعدتهم لإيصال الغذاء والماء لهم، ويؤكدون أن برد الشتاء أقسى ما مر عليهم. وسط شح الإمدادات وتواصل التحذيرات الأممية والدولية من مجاعة محتمة، إن بيجي 10 أيام ما فيش مية، فيش أكل، فيش طحين، مقومات الحياة صعبة صعبة. يعني إحنا هنا منكوبين على الآخر، يعني إحنا هنا عايشين ومش عايشين، فيش مية، فيش شرب، ما حدش بتطلع لنا. وفي حال انتهت الحرب تثار التساؤلات هنا عن الزمن الذي سيستغرقه إعمار غزة، أو الطريقة التي سيعيش بها المدنيون وسط كل تلك الأنقاض والبنى التحتية المتهالكة. احنا ناس من طالب نعيش بسلام، احنا واليهود والعرب، احنا ما من لا دعاة حرب ولا دعاة مشاكل، احنا بدنا نعيش بامن وسلام زي شعوب العالم. ان تسود الانسانية وينتشر السلام، ذلك حلم راود الفلسطينيون على مر الزمان، لكن يبدو ان واقعا مريرا يلازمهم دون حلول قريبة تلوح بالافق.